القرآن تحدث عن وفاة النبي في 3 آيات فقط. طبعا هنا نتحدث عن الوفاة وليس الموت. الموت أيضا هناك آيات تناولناها، ولكن كلمة نتوفينك ذكرت في القرآن 3 مرات، والآيات الثلاثة قريبة جدا من بعضها، نفس التركيب تقريبا. الأخ الحبيب هنا لاحظ ملاحظة مهمة الحقيقة. نحن قلنا، سأعطيكم فكرة أولا عن المعجزة التي قدمناها منذ زمن، والشيء الجديد الذي أرسله لنا هذا الأخ الفاضل. أحبتي في الله، النبي عاش كم؟ 63 سنة. 63 سنة، 40 سنة في مكة قبل النبوة، و23 سنة موزعة بين مكة والمدينة، 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة. فكلمة نتوفينك، يعني الله تعالى يقول فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. هذه الكلمة نتوفينك ذكرت في القرآن 3 مرات في 3 سور. 3 مرات في 3 سور. أرقام هذه السور تتناسب مع الأرقام التي ذكرناها. نحن قلنا 40 في قبل البعثة، 40 سنة، مكث 40 سنة في مكة قبل البعثة، و23 سنة، 13 في مكة و10 في المدينة، يعني 40 13 10. سبحان الله، كلمة نتوفينك وضعت في 3 سور في القرآن. أرقام هذه السور هي ذات الأرقام التي قلناها، 40 13 10. سبحان الله، يعني في سورة غافر رقمها 40 وردت كلمة نتوفينك، وفي سورة الرعد رقمها 13 وردت كلمة نتوفينك، وفي سورة يونس رقمها 10 وردت كلمة نتوفينك، والمجموع طبعا 40 زائد 13 زائد 10 يساوي 63، هو عمر النبي. توفي وعمره 63 سنة صلى الله عليه وسلم. هذا العمل أيها الأحبة لا يستطيع أحد أن يقول جاء بالمصادفة، لأن الآية، لأن كلمة نتوفينك تخاطب النبي، فهي خاصة به، لم تذكر مع نبي أو أي أحد آخر. ثم إن النبي توفي عمره 63 سنة، فكيف جاءت هذه السور الثلاثة مجموعها 63 وموزعة حسب مراحل النبوة 40 13 10؟ صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.